فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. ثم بين سبحانه وتعالى جزاء من يتولى الله ورسوله، فقال: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، سماهم حزبه، كما قال في آخر سورة المجادلة: أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فالناس على حزبين، إما حزب الله وإما حزب الشيطان، ولهذا قال قبل هذا: أولئك حزب الشيطان استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فحزب الشيطان هم الكفار والمنافقون، وحزب الله هم المؤمنون الذين يطيعون الله ورسوله. فالإنسان لا يعدو، إما أن يكون من حزب الله وإما أن يكون من حزب الشيطان. فلينظر الإنسان لنفسه مع أي الحزبين.